التعليم من أجل التوظيف EFE هي المؤسسة غير الربحية الرائدة التي تدرب الشباب وتربطهم بفرص العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعتبر هذه المنطقة المحورية أصعب مكان يحصل فيها الشباب على وظيفتهم الأولى، حيث أن نسبة البطالة بين الشباب هي أكبر بثلاثة أضعاف عما هي بين الأشخاص الأكبر سناً. تؤمن EFE بالقوة الإيجابية للشباب وتثق بأن الشباب يمكنهم تغيير وضع المنطقة إلى الأفضل إذا تم منحهم الفرصة. تنقل شبكتنا هذه الرؤية إلى 9 بلدان في المنطقة، حيث تربط الشباب الذين ندربهم بقطاعات الأعمال التي تحتاج إلى موظفين.